والله بتمثل كذا حاجة. بتمثل الأول الإقبال كان كويس جدا في الطرح الخاص من مؤسسات أجنبية ومؤسسة خليجية ومؤسسات حتى من جنوب أفريقيا، بالزيادة عليهم طبعا المؤسسة المالية اللي موجودة في مصر اللي هي تقدر تخش في الطرح الخاص. أفتكر إنه الأغلبية 80% كان رؤوس أموال جاية من خارج مصر على الطرح الخاص، فده حاجة ادتنا ثقة ويعني حاجة كانت محمسانا إن إن شاء الله الطرح يكون ناجح. بالنسبة للطرح العام أقدر أقول لا، في طبعا جزء منه احنا اتفاجئنا شوية بالإقبال، مبسوطين بيه جدا. 101 مرة دي أفتكر أو 102 لو أنا مش غلطان، يعني غالبا هتكون أعلى نسبة تغطية شافتها طرح عام قبل كده. المثير للاهتمام كمان مش بس معدل التغطية، إنه 50% من المستثمرين اللي في الطرح العام عملاء جداد للسوق المصري، بمعنى ان هم كودوا نفسهم اكواد جديده للسوق المصري، وده بيدي عمق كويس جدا للسوق، فاحنا مبسوطين جدا من القصه دي. احنا بنتكلم على في حصه لصندوق الاستثمارات العامه السعودي بتبلغ قد ايه، وكمان حصه المجموعه الماليه هيرمس نسبتها قد ايه؟ طب خليني اوضح، هو الحصه مش المجموعه الماليه هيرمس، هي الصناديق الاستثمار اللي بتديرها مجموعه الماليه هيرمس، وده المعتاد في معظم الطروحات بيكون واحده من المؤسسات المحليه اللي موجوده. بالنسبه للصندوق السياسي السعودي ما اقدرش افصح بالظبط على النسب، لانه ده مش ديسكلوزد ومش بابليك، بس هم خدوا حصه تكون يعني بالنسبه للطرح الخاص حصه مهمه، وهم كانوا شايفينها شركه مهمه جدا في السوق المصري، بتقدم مستويات نمو غير مسبوقه. يعني من 9 شهور اللي فاتوا نسب النمو معدية ال 35 وصل 37%، وإن شاء الله المستقبل بتاعها كويس. حتى لا تتخطى مستويات قد إيه؟ يعني كام في المية؟ لا مش بشكل دقيق، ولكن ما تتخطاش قد إيه؟ 10%، 5%، يعني مستويات؟ لا أكيد ما كانتش أقل من 5%، لأن 5% لازم يكون في إفصاح عن إنه في مستثمر عنده 5% من الشركة، فهي بالتأكيد أقل من 5%، بس بالنسبة للطرح الخاص ككل هي تعتبر نسبة كبيرة. الطروحات اللي بتعمل عليها المجموعة المالية هيرمس في 2022، مين الأقرب إن احنا نشوفه على الشاشات خلال الفترة اللي جاية؟ والله ما اقدرش ادي كومنت على المواعيد، بس النهارده اللي اقدر اقول عليه انه بنتكلم على مصر، الطروحات اللي في مصر بنتكلم على شركتين في القطاع الخاص اللي هي معروفه للسوق النهارده، ابو عوف وابتكار، لسه شغالين في تجهيز الشركات واختيار التوقيت الامثل. وفي بالنسبه للخطه الطروحات الحكوميه احنا متواجدين على بنك القاهره، ونامل ان شاء الله ان احنا نشوف بنك القاهره السنه دي. تم تحديد النسب للثلاث شركات؟ لا ما اقدرش لسه، التحديد نسب ما تحددتش، ولكن دي بتيجي يمكن في اخر مراحل التحضيريه، فاحنا دلوقتي اكتر مركزين على تحضير الشركه، ميزانيات، الارقام، بريك داونز، قصه الشركه زي ما بنقول، عشان يبقى عندنا حاجه نقدر نعرف نروج بيها للمستثمرين. توقيت زمني لطرح الشركات، يعني مثلا بنك القاهره في النصف الثاني، ابو عوف، ابتكار؟ خلي بالك احنا دورنا بيبقى استشاري اكتر منه بنحدد توقيتات، فاحنا دايما بنقدم راينا في حاله السوق وحاله الشركه، ولكن ما اقدرش اقول النهارده توقيتات معينه، لان القرار مش في ايدينا احنا، يعني القرار بيبقى صاحب الشركه او في الجهات المختصه في طرح بنك القاهره مثلا. طيب حاله السوق في الفتره الراهنه وطرح ماكرو جروب بتسمح 2022 افضل حالا من 2020 2021 اللي طبعا اتاثروا بشكل واضح جدا بالجائحه؟ والله بصي، هو اللي احنا ملاحظينه من السنه اللي فاتت السنه دي انه لحد ما ممكن يكون في فصل ما بين حاله السوق اللي هو بنبص عليها كتداول يومي وما بين الطروحات الجديده. الطروحات الجديده هتنجح لو قصه الشركات اللي نازله جديد قصص مختلفه، او فيها عمق للسوق، او فيها حجم طرح كبير يقدر يجذب رؤوس اموال. شفنا الكلام ده مع اي فاينانس، كان حاله السوق يمكن مش في احسن حاله، ولكن الطرح عمل كويس جدا. شفنا النهارده ماكرو، ما اعتقدش انه يعني طبعا السوق تحسن ولكن مش في احسن احواله، والنهارده الحمد لله تم بنجاح. اعتقد حاجه زي بنك القاهره ممكن يكون السوق مش في افضل حالاته، بس طرح بحجم بنك القاهره من المؤكد هيجذب رؤوس اموال. خارج السوق المصري، وكنا شفنا طبعا في 2021 مجموعه من الاكتتابات فيرست جلوب، وبنتكلم على الياسات وغيرها طبعا، ايه المخطط في 2022 في الاسواق في المنطقه؟ طيب لا، احنا اسواق المنطقه احنا مهتمين بيها جدا، ويمكن من السنه اللي فاتت اهتمامنا بيها زايد قوي، لان احنا شايفين سوق زي سوق ابو ظبي والسوق السعودي السنه اللي فاتت كانوا واخدين موضوع الطروحات بمنتهى الجديه، وقادرين ان هم يقدروا يكتسبوا رؤوس اموال وينزلوا بشركات هايله للاسواق بتاعتهم.
الحمد لله قدرنا نشتغل على سبع طروحات في منطقه الخليج ما بين ابو ظبي وما بين السعوديه. السنه دي لسه متوقعين سوق دبي هيبتدي كمان بيفكر في طروحات، وردي شركات ابتدت تسال على مواعيد الطروحات وايه الانسب بالنسبه لهم، واحنا ان شاء الله متحمسين نقدر نكرر انجاز السنه اللي فاتت في حدود 6-7 طروحات في المنطقه الخليجيه، واعتقد ان شاء الله نحاول نزود عن كده. توتال اجمالي 6-7 في المنطقه في الخليج ومصر، يبقى 2022 مستهدفين قد ايه؟ يعني ما اقدرش اقول استهدافات، انا بس بحاول اقول ان احنا نحاول الخطه بتاعتنا ان احنا نحقق اللي قدرنا عليه السنه اللي فاتت. فاحنا السنه اللي فاتت قدرنا نعمل 6 أو 7 طروحات في السوق الخليجي، شايفين ان شاء الله ممكن نكرر نفس النجاح. هل ده هيتم او مش هيتم بناء بقى على حاله السوق وحاله المستثمرين نفسهم وحاجات تانية كتير، لان احنا برضو السنه دي ما ننساش في مخاطر لسه جايه علينا في سنه 2022، ما بين مخاطر تضخميه، ما بين مخاطر في رفع سعر الفوائد، فدي كلها حاجات لازم نحطها في عين الاعتبار، فمش قادر اقول ارقام دلوقتي يعني. اخيرا بنك ابو ظبي الاول 51% عرض استحواذ غير ملزم، التسعير 19 جنيه، وبما ان حضرتك يعني الجزء ده متخصصين فيه، 19 جنيه ده سعر عادل للمجموعه الماليه هيرمس؟ يعني اقول لحضرتك يعني احنا متخصصين في اي حاجه ما عدا سعر العادل على اي اف جي، لانه انا ما اقدرش اعلق طبعا على سعر العادل بتاع اي اف جي. زي ما حضرتك عارفه الاجراءات بتبقى العرض زي ما حضرتك عارفه موجود، افتكر مجلس اداره لازم هيبت في الموضوع ويشوف ايه الرد اللي هيبقى على العرض، وهنشوف يعني الدنيا هتمشي في مسارها الطبيعي. فما اعتقدش انه في اي حاجه نقدر نعلق عليها دلوقتي، لانه التسعير ده عرض وهيبقى موجود من الناحيه الثانيه ريسبونس، وهنشوف هنوصل ليه. الاجراءات ممكن تاخد وقت قد ايه؟ الفحص النافي للجهاله وباقي الاجراءات يعني عشان يكون في رد نهائي؟ والله بصي الاجراءات معتمده على حاجات كتير، لان زي ما انت عارفه اي بي جي النهارده مؤسسه ماليه عليها رقابه من الاف ار اي، وعندنا جهات كتير مسؤوله عن الوضع يعني في اي بي جي، فما اقدرش احدد توقيتات لان احنا لسه ما ابتديناش اول خطوه. مش الفكره بس في الفحص في النافي جهاله، ولكن في كل برضو الموافقات المطلوبه ان هي تتم عشان حاجه زي كده تحصل، وبعد كده يتقدم بقى العرض بقى نفسه للبورصه النهارده، ده بس انتنشن يعني. في حال اتمام الصفقه، وجود بنك ابو ظبي الاول هو اصلا بيعمل في السوق المصري، لكن وجوده كمساهم رئيسي في المجموعه الماليه هرمس هيضيف شيء؟ والله يعني ما اقدرش برضو اقول النهارده على الاضافات، ولكن لا اقدر اقول النهارده ان احنا بنتكلم انه بنك ابو ظبي الاول يعتبر من اكبر مؤسسات الماليه في المنطقه العربيه، ومن اكبر في المنطقه ككل يعني في الشرق الاوسط يعني، ده اللي بقوله. فاحنا شفنا اهتمامه بالدخول في السوق المصري باستحواذ على بنك العوده، واحنا كنا موجودين كاي اف جي في الادفايزري سيرفيسز فيها، ده معناه ان هو مهتم جدا بالسوق المصري وعايز يتوسع فيه. فكره ان هو النهارده يحاول يزود استثماراته في مصر ده مؤشر ايجابي عموما للسوق المصري. طبعا الثقه اللي اتحطت ان هو يقدم عرض اصلا على المجموعه الماليه، وفي العرض بتاعه مؤكد على اهميه اداره اي جي واللي حققتها من نجاحات، وان هي تفضل تتعامل باستقلاليه عن البنك، دي كلها مؤشرات ايجابيه ان هو شايف قصه نجاح كبيره في الوطن العربي، ويمكن بيفكر انه يعمل قصه نجاح اكبر ما بين ادماج تقريبا اكبر مؤسستين ماليتين في المنطقه العربيه. فطبعا حاجه مهمه وكبيره، ايه بقى اللي هينتج عنها صراحه بدري جدا جدا ان الواحد يتكلم فيه. في جزء من بيان المجموعه الماليه هرمس بالامس اخر سطرين تقريبا تحدثتوا على فكره انه تحذير للحمله الاسهم انه يتوخوا الحذر خلال الفتره الراهنه. ده طبيعي وده اللي احنا بنلتزم بيه دايما، انه في الاخر بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوضح للماركت وخصوصا المستثمرين الصغار انه النهارده اي نوعيه مضاربات على احتماليه ان الديل هتم او العكس انها مش هتتم، دي كلها فيها مخاطر كبيره جدا. فكجزء من المسؤوليه على اي اف جي لازم يكتب الخطين، انا شايف ان هو تصرف مسؤول جدا يعني.